القناة اللي بيا لي أنا ننقل المباريات نتاعها على المستوى طبعا مباريات المنتخب، وبعد ما طبعا صار البث التلفزي في النقل المباشر في المباريات اللي فاتوا، للأسف اليوم رغم أنه كانت الاتصالات موجودة في أيام الفارطة مع الفيفا، لأنه الفيفا هي اللي عندها الحق بيع المباريات، لأنه طبعا فما مشاكل، هما فما زوز إشكاليات. الإشكالية الأولى على المستوى المحلي، على المستوى طبعا القناة نفسها، لأنه فما بعض المشاكل الإدارية، ثم زاد فما المشكل أنه الأرقام المالية، تعرف الفيفا الخبراء اللي عندها في كل مرة يحاولوا إذا كان مباراة تكون طبعا مهمة ياسر للواحد من المنتخبات، في كل مرة تعطي أرقام، يعني في كل مرة مش فيك السوم الماتش معناها، لا فما مباريات بعد في الأدوار، لأنه تعرف سلام بعد في المباريات الحاسمة في الأدوار الحاسمة ما تكونش هي بيدها، أنت والأهمية نتاع الماتش، أنت بالطبيعة أنت والأهمية، ناس هذوما خبراء في النقل التلفزي يعني سنوات وهم يبيعوا في المباريات، يعرفوا مليح قيمة المباريات بالنسبة وقديش تسوى المباراة بالنسبة وتعرف سلام خاصة أنه كل زوج مباريات يتباع وحدهم، ما تنجمش تشري ستة مباريات، لأنه تعرف أنه تنجم تشري ستة مباريات ثم تدخل قنوات أخرين على الخط ينجم يعطيو أرقام أخرى. معناها نفس الخبر اللي خرج الأيامات الماضية أنه قناة الليبية خذت المقابلات الكل في التصفيات، مش صحيح. لا هو حتى راهو المسؤولين تاع القناة راهم قالوا راهم هو باللو، يعني فيه زوج مباريات فقط، لأنه يعني تعرف كما قلت لك إسلام أنه تشري زوج مباريات ثم تتفاوض على زوج مباريات من بعد، ومعناتها تعرف هما الخبراء تاع الفيفا اللي يبيعوا في المباريات يعرفوا مليح يعني أنه النتائج تغير والترتيب تاع المنتخبات يتغير، وخاصة تعرف على مستوى العربي، دونك هما يبيعوا بزوج مباريات، دونك المباراة هذه والمباراة الأخرى تاع المنتخب الزامبي قبلها صار التفاوض في كل زوج مباريات على حده، وبالتالي للاسف اليوم ما قناه التلفزيون مش تنقل المباراه، فما قناه الفيفا الرسميه، فما زاد قناه المانيه على الاسترا ينجم يتبعها المنتخب، معناتها جمهور المنتخب، ولو انه للاسف كما قلنا ولينا اليوم نلوجوا في 2022 و2021 على قناه نجم تعدي مباريات المنتخب، وقت المفروض ان وحده القنوات التلفزيونيه تنجم تحط مبلغ معناتها من المال ينجم حتى على مستوى العائدات الاشهريه. عندك فكره قداش المبلغ انيسو؟ الحقيقه لا اسلام، الحقيقه معناتها ما عنديش، لكن تقريبا كل مباراه تقريبا معناتها في ال 50,000 دولار 40,000 دولار المباراه، يعني تقريبا 100 مليون 100,000 دينار بالنسبه لكل مباراه، وكما قلت هم اسوام يعني اسعار كل مره يصير التغير فيهم حتى على مستوى الدولار نفسه، تعرف اسلام هذا علاش ما يحبوش يبيعوا بالواحد، لانه يعني تعرف الدولار يطلع ويهبط، يعني ينجم يبيع لك اليوم مباراه ب 50 مليون اللي هي من بعد وقت اللي يولي معناتها الشونج بتاع الدولار اكثر يولي هو بده يحس روحه خاسر. المقابله الجايه كيف مع زامبيا مازال مش مؤكد لحد الان. مازال مش مؤكد، ولو انه كما قلت لك المباراه الاخرى انت والاهميه نتاعها ينجم بعد تطيح الاسعار بتاع، لانه يعني تعرف كيف معناها اذا كان ترشحنا اليوم فما امكانيه كبيره ماتش زامبيا يتعدى معناها. ولا لانه تعرف الاسعار تطيح في الاخر في اخر مباراه، يعني تولي مع الشهند عندها ميه كبيره، تولي الفيفا ماذا بيها تبيع، لانه يعني هي مجعوله باش تبيع المباريات مش باش تخليهم يعني عندها. يعطيك صح، شكرا لك انيس السحباني، خذيناك اليوم بالكاسكيت نتاع معلق قناه 218 اللي بيع على كل التفاصيل هذه مديتنا بها فاصل الاخبار، وبعد مكملين في زون ميكس حتى الخمسه.